الرحمة والمغفرة لشهداء ثورتنا المجيدة الظافرة المجد والخلود لهذا الشعب السوداني المعلم، وعاجل الشفاء للجرحى، وإن شاء الله يعود المفقودين سالمين لأهلهم وأسرهم. نواصل معكم مشوار الصباحي الحي. الشباب ديل أو الشعب السوداني عموما خرج من أجل التغيير، والتغيير لازم يكون في مجالات مختلفة، ما بس تغيير نظام، تغيير في الأفكار، السلوك، تغيير حتى في شكل الإنتاج بالنسبة للسودان في المرحلة الجديدة والعهد الجديد. فمثال السودان بيظهر كثير جدا بالثروة الحيوانية بأشكالها المختلفة، ولكن على مدار سنوات طويلة أهملنا هذا القطاع، ممكن يشكل يعني اقتصاد رئيس للسودان. عايزين اليوم نتكلم عن سلالات الثروة الحيوانية والثروة الحيوانية ذاتها واهتمامنا بها في المرحلة القادمة. مبسوطين أن يكون معنا أستاذ وهب الله الأمير أحمد، هو خبير في سلالات الماعز والأبقار، وأيضا لديه جانب اقتصادي آخر نتعرف عليه من خلال حلقة الصباح. أهلا وسهلا، صباح الخير. يا هلا يا مرحبا. نحن والله سعيدين جدا بك أستاذ وهب الله في صباح الشروق ليوم الليلة، ونحن حندخل مدخلنا لأنه الناس محتاجة ثورة في الثروة الحيوانية، في طريقة التفكير، في طريقة التناول في حياة كثيرة جدا، عشان ما نطور مفاهيم كثيرة جدا، وعشان ما نتفادى كثير جدا من الإشكاليات اللي بتتعلق مباشرة بالقطاع المهم ده، واللي هنتطرق لها معك إن شاء الله. لكن بداية كمدخل لنا وكتقدمة، حقيقة حجم الثروة الحيوانية في السودان، أماكن التواجد والأثار المترتبة على ذلك، أبرز الأنواع والفصائل الموجودة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البدء نشكر قناة الشروق لإتاحة لنا الفرصة لإلغاء الضوء على البسيط واليسير من ثقافتنا عن الثروة الحيوانية في السودان. على الرغم من أنه السؤال ده بيحتاج لخبراء في المجال، وبيحتاج لناس يعني ذو إلمام. وإنت كمان اقتصادي ما بتقصر معانا، وزول يعني عندك علاقة كبيرة بالثروة الحيوانية في السودان. طبعا أنا من المربين ولا أخلو من ثقافة في الجانب الحيواني على الإطلاق، لكن في أهل الخبرة أهل الاختصاص. نحن نتكلم الآن بما علمنا أو بما نعلم من يعني تواجد الثروات في السودان في شتى بقاع الأرض. طيب خدتنا في الصورة معك. أبشر بما تعلم. بما أعلم. طيب أول حاجة يعني ثروة السودان تتمركز في غرب السودان. الإبل، الماعز، الأغنام، يعني الثغل غرب السودان. أما بالنسبة للأواسط ومنطقة الجزيرة، منطقة البطانة، يعني قطعا زاخرة بالحيوان، وفيها أعظم السلالات يعني على الإطلاق. ما بتدخل معاك في الصادر، عشان يعني بيربوها تربية يعني ما في المراعي اللي بيدخلها، عشان تكون يعني دي مشكلة كبيرة بالنسبة لأهلنا هنا في الجزيرة. طبعا بلد مزروعة ما فيها مراعي طبيعية، صح، بيرعوا في فترة بعد الحصاد، بعد يعني بيجوا يعني مداخلة ويدخلوا على الأراضي بعد الحصاد. أما بالنسبة لغرب السودان المساحات يعني واسعة، والخريف بيكون متقدم، يعني بيجي من شهر 4 شهر 5، فما بكون عندهم يعني فترة بتاعت بيات زي المناطق الأخرى. السهول واسعة والناس بترعى في أي وقت من من الفصول. طيب لو وقفنا كده في جانب مهم شديد، عايزين نشوف السلالات دي ذاتها الأصلية ياتا والهجين الجاينة من بره ياتا. السودان فيه السلالة الكنانية، دي سلالات أصيلة وسلالات يعني جيدة بالنسبة لللبن، بالنسبة حتى للحوم. أما بالنسبة للبهائم بتاع غرب السودان فيها كثير من الفصائل، يعني بتجد فيها في نيالاوي، في البقر بتاع الكوري بتاع الفلاتة ده برضو، يعني أبغار جميلة وأبغار لحمة، لكن ما فيها
يعني انتاجيه بتاعت لبن عاليه. طيب في الماعز شنو اكثر سلاله يعني بتنتج انتاج كبير من اللبن، حتى اللحوم ذاتها بتاعتها كويسه ومرغوبه في السوق؟ نحن نتكلم عن سلالاتنا الاصيله في البدء، حتى بعد ذاك نتحرك للسلالات المستجلبه. صحيح، او الهجين. فنحن عندنا اعظم السلالات على الاطلاق في العالم. يعني عندنا الماعز النوبي سلالات جيده في اللبن، وسلالات جيده حتى بالنسبه للحم. حتى الخواجات جابوا منها الانجلو نوبيان، ده شالوا السلاله النوبيه الانجليز وولدوا منها جا خلقوا جيل اسمه الانجلو نوبيان، وجابوا هسي يعني منتشر في العالم كله، جابوا من سلالاتنا دي. نحن مشكلتنا يعني بتنحصر في انه الامكانات. الامكانيات شنو عشان نفصل فيها اكثر، يعني نكون واضحين، الامكانيات شنو؟ الامكانات امكانات الدوله ورعايتها لل القطيع والقطعان الاغنام والابغار والمسائل دي. فما بيقوا رعايه، يعني شوف الان بتواجههم مشاكل ضخمه جدا جدا. طيب. يعني في المراعي بتواجههم في الجوانب البيطريه. دي جوانب نحن دايرين نجيها بالتفصيل. نعم. اهتمام الدوله بجانب براورة نتكلم فيه. نعم. والمطلوب والمأمول شنو، وجانب المراعي برضه والاهتمام بها، وانتم كمربيين وكاصحاب مزارع عندكم ادوار كبيره في الجانب ده. نعم. لكن انا ما دار امشي ابعد من الحته اللي فتحها حمزه، لانها مهمه جدا. نعم. موضوع السلالات الاصيله والمستورده، انا دار اخدتك بين اثنين. نعم. من وجهه نظركم انتم كمربيين. نعم. السلالات الاصيله ولا المستورده الافيد ياتو من خلال تجاربكم؟ شنو اللي ادت نتائج طيبه اكثر؟ وشنو يتنوع الاصيله ولا المستورده اللي تواصلتوا فيه انكم تعتمدوا عليه اكثر؟ خلينا نتكلم في الحته دي. حقيقه سؤال جيد، يعني سؤال جميل. السلالات المستورده طبعا يعني ادت، مش يعني احنا ما انا ما بعتبرها يعني اثبتت نجاحها يعني وتفوقت على الاغنام البلديه، الا يعني وجدت يعني شيء من المتعة بالنسبة للأكل، للظل، لأشياء كثيرة. أغنامنا نفسها لو يعني وجدت العناية، وجدت الأغنام المستوردة نفس البيئة نفس الجو نفس البيئة، يعني ما بتقيل منها في قدرة ولا بتقيل منها في كفاءة. نعم. فأما بالنسبة للسلالات المستوردة يعني في الماعز في الأبغار يعني ذات إنتاجية عالية في اللبن. أنتوا تعتمدوا على أي نوع أكثر؟ بالنسبة لنا إحنا في الأبغار كمربيين أول حاجة عندنا الأبغار الهجين دي. طالعة من اللونشتاين وطالعة من الفريزيان. في الكندي برضه، في سلالات كندية في السودان الناس تورثوها ولقوها يعني دخلت من الشركة العربية. عزيز كافوري من الناس اللي أدخلوا. صحيح. هاي. طيب استاذ وهاب الله، نحن حنجي في جانب مربوط بالمشاكل، يعني بتخلينا ممكن نهتم بالسلالات الاصيله الموجوده في السودان وما نركز كثير على الهجين، محتاجين شنو اكثر لك؟ اهلا بكم من جديد مشاهدينا، بنتواصل معكم مره ثانيه في صباح الشروق، ونجدد ترحابنا بالاستاذ وهاب الله الامير احمد، الخبير في سلالات الماعز والابار والخبير الاقتصادي ايضا. ونحن كنا بنتكلم ونشوف عدد من المحاور عن الثروه الحيوانيه في السودان. نعم. والمواقف وابرز السلالات، وجينا تكلمنا عن الاصيله وعن عنكم كاصحاب مزارع وكمربيين والمستورده اكثر الانواع. قبل ما نستمع للحن الجميل، حمزه تساءل تساؤل كان مباشر واضح. نعم. عن وطبعا ده برضه كاصحاب مزارع عن ابرز. نعم. المشاكل ومشاكل الماشيه في السودان بصوره عامه، ودي بنخليها لك انت طبعا باعتبارك اكثر الماما، باعتبارك واحد من اصحاب المزارع، باعتبارك من المربيين. والله المشاكل في السودان مشاكل كارثيه، يعني ما مشاكل عاديه، في مشاكل ممكن الانسان يتجاوزها او يقدر يعني يمشيها، لكن في مجال الثروه بالذات نحن بالنسبه لنا كمربيين مشاكلنا مشاكل كارثيه. الدوله
من المفترض يعني يكون عنده اهتمام واضح في مجال الثروة الحيوانية. زي شنو؟ انت الليلة كمربي يعني من الاشياء الاساسية بالنسبة لك من المفروض يسلموا الناس هنا، يكون في حظائر نموذجية، يكون في مزارع عشان يقللوا تكلفة الانتاج. انا الان من اشتري لي قطيع بتاع بقر ما سهل، يعني هسه الان البقر الحلوب ده اسعاره بقت تتراوح من 100 ل 150 وماشيه في زياده. ف يعني مشاريع ضخمه انت نعم تجي الان تعمل لك اقل مشروع من المشاريع بتاعت تربيه الحيوان دي داير لك مليارات. زمان كانت الشغله بسيطه وهينه شويه الان يعني مشكله كبيره. والنفوق يعني شوف سبحان الله يعني في مشاكل الان احنا اضطرنا لها وحاولنا نبحث فيها مع البياطره ومعنا، فما حتى ما قدروا يجدوا لها حلول، ما قدروا. عندنا نفوق على سن المربيين، الثروه لو مشت بالمنوال ده والمعدل ده انا متاكد 4 5 سنة ما بكون في ثاني انتاج بتاع البان نهائي ما انتهي. كيف ما انت بتربي هي اسمها تربية، انت حتربي شنو اذا كان المواليد كلها بيحصل لها نفوق؟ انا اديك حاجة غريبة جدا، يعني هسه في ناس الواحد لو ولدت له 10 بقرات لو محظوظ متر اوف لك ممكن يطلع له بعجل او عجلة، دي كلهم بيكون يعني نفوق. نفوق يعني شنو كده؟ موت الواحد ده. هاي فدي مشكلة كبيرة، وجزا الله اخواننا يعني الدكتور صلاح العجب رجل يعني نحاول نشكره من هنا ونقول له صباح الخير. فهذا رجل يعني اسهم اسهام واضح ويعني شق طريق ما في زوجها. المفروض المسلك السلك يتسلك الدوله، مشى واجتهد وجاب يعني بعض الأدوية والعلاجات اللي موت العجول، وأنا بفتكره يعني موفق فيها. ده بالنسبة لي إحنا يعني مفروض. يعني واحدة من الإشكاليات الآن في حلول موجودة لها، حلول فردية. ما من المفترض ده شغل بتاع دولة. أنت الآن يعني كدولة دورك شنو؟ أنت دي ثروة يا أخي، الثروة الحيوانية في السودان دي جلودة، الجلود دي لو جهزوا المدابق الحديثة دي كويت فيري نفتة، يعني ممكن المدخولة بالهارد كرنسي بالعملة الصعبة يعني حل مشكلة كبيرة جدا جدا، ناهيك عن البان عن اجبان عن الاشياء الثانية. دي مجهودات فردية، الشباب دي ذاتهم قاموا بها على مضض، هم ذاتهم مربيين. اخويا دكتور صلاح ده انا يعني ما قصر جزاه الله خير، هو كمربي شعر باني فوق سافر، وهسه انا كنت مفترض يكون معانا لكن احتزر هسه معاه وفد الماني، وانا بتمنى انه تستضيفه عشان بفيدكم كرجل يعني في المجال الصحي ده بتاع صحه الحيوان والعجول، يعني خدت بصمات واضحه. ثاني شنو من الاشكاليات غير الحظائر غير النفوق؟ لا ما هو انت ده الاعلاف يا مولانا، الاعلاف يعني بقت مشقه بالنسبه للانسان. هسه رطل اللبن الان ب 50 اسمه شنو شوال العلف، انت نعم تجي الليله هسه شوف الرطل ده بتاع اللبن من المفترض يكون اسعاره بسيطه عشان سلعه يعني زي سلعه فقراء، الان بقت سلعه بتاعت اغنياء. يعني الواحد لو داري يجيب له رطل اللبن صراحه اللبن ما في متناول الجميع الان، يعني حاجه صعبه جدا على الناس، صعب شديد ما اكسس ايزي هاي. فانت حتتناوله كيف اذا كان انا كمربي يعني الان بجي اشتري شوال العلف؟ وبعدين احنا يعني شوف الدوله ما المفروض يعني تكون عاد العده لانت زول، انت دوله زراعيه دوله حيوانيه، يكون عاد عدتها ما تخلي المصانع تعبس بالثروه الحيوانيه. المفروض انت يكون عندك مصانع كدوله، انت دوله زراعيه دوله حيوانيه، كيف بتخلي اللهم صل وسلم ما ممكن تخلي الحبل على الغارب لبعض المصانع بتاعت الالاف الاشياء دي. المفروض تكون عندك بالمقابل انت دوله تعمل مصانع
توفي بقى حياة البلد. لو ما وفيت بقى يكون في عجز بسيط، لكن ما ممكن كلها يتحملها بتاع مصنع، بتاع المصنع ما عنده زول داير يربح. هي doesn't care انه انت مثلا الشوال ده بنا من تزيد السعر بتاعه بيدخل في العمليه بتاعت التكلفه الحقيقيه بتاعت الرطل. الرطل بيجيك ب 30 ليه؟ البقره بتاكل لها مثلا سي انه مثلا في اليوم لور القصب الان بقى من 15 ل 12 13 مليون، مسائل لا تطاق. فالحيوان ده اكل، الاكل بتاعه ده انت بتحسب عليه، بتشوف الرطل اللبن ده انت حتنتجه بكم. فيزيكال ياسي الان رطل اللبن المفروض يكون ب 30 جنيه من محل وين المنتج، هي صعبه جدا. اي من المنتج المفروض يطلع ب 30 جنيه يعني اكورني وفقا للمعطيات والاشياء دي، بغض النظر عن الجانب الطبي اساسا معدوم نهائي. بس احنا خلينا نجيب في الجانب الطبي ده، لكن لو ربطناه قبل كده عشان نوضح يعني القصة الوسطى دي، انت ذكرت انه من المنتج بيجي بسعر وبيتباع في السوق بسعر ثاني، وخاصة في السوق مرات الأنباز والردة والأعلاف اللي ممكن تساعد لنا في الإدرار بتاع اللبن ما بتكون متوفر بالصورة المطلوبة، بتكون غالية. لو جينا بالجانب الطبي ده بالنسبة للناس اللي عندهم قطيع واسع سواء كان من الماعز أو الإبل أو البقر في ولايات السودان، اهتمامهم ذاتهم بقطيعهم قد ما يكون بالصورة المطلوبة، فأهمية أنه نهتم طبيا خاصة يعني الاختصاصيين البيطريين في السودان يعني موجودين، لكن نوظفهم كيف الحياة دي ما موجودة؟ ما هي زمان كان في الأبحاث وكان في اهتمامات. أنا أذكر يعني كان نزل يعني حتى بيجوا برشوا القراد، بده امصال، بده في امراض فتاكه خطيره شديد، يعني عندها سيزون، عندها فتره معينه مثلا زي بلسان ابو جنيت، امراض معروفه متاصله يعني عندها فتره معينه بتجي فيها. من المفترض يعني يدوا لقاحات حفاظا على القطيع من النفوق. فما في هسه احنا هسه في الموسم بتاع ده موسم بلسان ده شهر 9 ده يعني خلاص بيكون اوغلنا في المرض بتاع بلسان ده، ما في ما جونا ما في اهتمام. يعني انا اقصد حتى لو ما كان اهتمام من الدوله ومن الجهات المسؤوله من الثروه الحيوانيه في البلد، اهتمام الشخص اللي بيربي ذاته بتاع القطيع ده ما عنده ثروه حيوانيه محتاج انه يحافظ عليه عشان ينتج كويس ويساعد البلد، اهتمامه هو بقطيعه يعني. انت بتحافظ قطعا، دي ما ثروه انت ما بتعمل في حقك، لكن هل انت بتقدر تصمد؟ ده السؤال. انا ما حافظتها يعني هسه في الناس يعني بتربي وسايق البهايم دي مع الشبيع على اساس هي الخريف، تتوفر العلايق، تتوفر الحشائش، القش، المسائل دي تتوفر تخفف على المواطن العبء وعلى المربي. الان سبحان الله يعني بقت الشغله شغله بتاعت لوبي واحتكارات شديدة. يعني شوف سبحان الله الأنباز السمسم وأنباز الفول ما بيدخل، حتى الدولة ما بتستفيد منه. زمان كان في شركات في حاجة اسمها الأقطان، في الحبوب الزيتية، في السمغ العربي، دي شركات كانت غامضة مريحة السودان، معروف إنتاج السودان، ما بيحصل له تسرب. الحبوب الزيتية بتصدر بتدخل طوالي العملات الصعبة الهارد كرنسي المالية لبنك السودان مباشرة، كذلك السمغ العربي، كذلك الأقطان. الآن الشغلة بقت شغلة بتاعت لوبز، يعني أي مجموعة ربنا سبحانه وتعالى تحليها قرشين ثلاثة بيسيطر، ممكن يمسكوا كده السلع دي يشتروها نزل دا قروش ما تظهر في السوق. هسه الإنتاج ما ضخم لكن ما انعكس على المواطن. يا اخي زيت السمسم ده خلي الانباز بتاع السمسم والفول بقى علاج، الرطل بيكون هسي بمبلغ غدره، شوال انباز ب 2 مليون، فمسائل لا تطاق لا تطاق اطلاقا. خلينا نضيف جانب ثاني للجوارب دي، احنا ماشيين في جانب الاشكاليات، وما اعرف انتم بتتعاملوا كيف طريقه تعاملكم معها اذا كان بالسلب او الايجاب. انا عاوز اتكلم عن الرسوم أول الجبايات بصورة عامة،
الزكاه وما الى ذلك، يعني دي حياه مختلفه برضه، وده محور مهم جدا خلينا نتكلم عنه يا ريت. شوف المحليات دي ما قصرت، يعني دخلت للناس في اي موقع من المواقع. نحن جونا وحتى الزكاه سبحان الله، يعني لا زكاه في المالوفه يا ولدي، البهائم اللي بتوكلها من جيبك دي ما فيها زكاه بكل المذاهب الاربعه. بيجوا بناس الزكاه بيقول لك لا تدفع ونحن بنشيل منه وكده، يعني الشغله ما شغله بتاعت لوجيك ولا شغله بتاعت الدين ولا شغله الثقافه، لا انت دفعت دفعت، ما دفعت بتتعرض لمحاكمه عندهم زي العداله الناجزه ولدي. بيجوا طوالي داخلين بيجيبوا لك طلب حضور، بتجي ده اللي بيحصل. تقول لهم احنا في الدين ما في المعلوفه ما فيها زكاه، الزكاه في السايمه بهيمه الخلا الماليه، يعني اشكاليه ما في زول بيوكل من جيبه تاكل كده بس الراي بتاعه وكده. فبيقول لك لا، والاخطر من ذلك يعني حتى الحظائر اللي بيمنحوها الناس. انت الان ما في توطين، شوف المربي ده في حاله زي الفلسطينيين هنا، بس انه ما ادي العرب بليس تو بليس، بس ما في حاجه اسمها استقرار. انت عشان توطن ثروه حيوانيه حقيقيه من المفترض اول حاجه الناس دي يكونوا قاعدين مستقرين، ما في استقرار. هسي انت بدوك مثلا ادوكم حظاير ادوكم مزارع، من المفترض يدوك لعبه استراتيجيه صح، وتكون حقتك ملكك. انت بتشتغل ما عندك حاجه في يدك زي المؤاخذه، يعني بتاع الورنيش ولا زول خدت له صندوق بتاع احذيه شغال فيه بيجو بتاع محليه بيجي زول بيقول لكم وممكن يرفعوا في دفع. لا نفس الوضع، وصلت حطيت ابغارك، حصل التمدد بالنسبه للسكن، بقيت على مغرب من السكن طوالي، المعتمد المحافظ بتاع بيقول دي قطع بقى ذات قيمه وذات كده لازم يشيلوها ويدوا الناس زي المفون. نحن هسه الان يعني بدينا كنا في السرحة مناطق، مناطق بحر ومناطق يعني مخصص اسمها السرحة مخصصة لل البهايم مطلة على النيل العلف جنبك الاشياء كلها الحياة كلها. ودونا ورا كردفان عديل، يعني انا المنطقة اللي احنا هسه قاعدين فيها دي انا يعني اداوتي انه تكون تابعة اداريا لكرري، يعني هسي سودري منا بكون زي ساعة والخرطوم ساعتين، فدي زعزعة طح. للمربي. وبعدين ما بده حاجة، ما بده حاجة في يدك، من المفترض يملكوك عشان ما يحصل يعني ضعف النفوس ولا يجي زول يطلعك من الحتة دي. ده اللي بيحصل لناس الأبغار بالذات وناس الفريزيان، ده اللي بيدعموا العاصمة باللبن، ما مستغرين، ودي مشكلة كبيرة. اها يعني انت مناشدتك انه لازم يكونوا مستقرين عشان يقدروا ينتجوا كويس وعشان يوطنوا، ما يكونوا مع المواسم محل ماشين تمشي معاهم او يمشي معاهم القطيع. فلو تكلمنا في جانب ثاني، انت قبيل مين بديت بتركز شايفك في كل محور على انه الاشكاليات دي صح نحن ورثناها من العهد البائد وهي موجودة ومتجذرة، حتى انه تنضف محتاج مننا شوية لاجتهاد، وبتكوين الفترة الانتقالية عشان تكتمل هياكل الدولة محتاجين انه شوية شوية نمشي فيها. فعايزين نشوف الاشكاليات والتحديات اللي كانت سابقا، يعني الجبايات، الرسوم، المشكلات، عدم الاهتمام بالثروة الحيوانية. الان احنا في عهد جديد، والعهد الجديد ده محتاجين نستشرف فيه السودان بأي شخص يبني يعني في مجاله في جانب الثروة الحيوانية. في مشكلات كانت بتخص عملية الصناعات التحويلية بالنسبة للثروة الحيوانية ذاتها. كان في قرار من بداية تعيين دكتور عبد الله حمدوك على انه ما في مجال ثاني لتصدير اي يعني منتج او حتى في جانب الثروة الحيوانية ما لم نستفيد منه في محاجرنا وفي مسالخنا، نهتم حتى في الجلود او غيرها. فالفترة دي محتاجين لشنو في جانب الصناعات التحويلية بالنسبة للثروة الحيوانية سواء كان البان او جلود او غيره؟ يعني والله انا مع القرار بتاع السيد رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك، لكن انا برى انه الان ده يعني ما محله. انت الان حتمسك لك يعني كميه بتاع الصادر، السودان بيصدر كميات كبيره من الابغار من الضان بالنسبه لدول الجوار،
فمسالخنا هنا مسالخ يعني ما بتديك الشيء اللي انت بتصبر له، ما بيقدر يتحصل على عبد الله حمدوك اطلاقا. ما عندك الا قالت رجل نجاته ولم تسلك مسالكها. اول حاجه عد ده ما شيء يعني ده ما شغل انت داير تشتغل شغل زي ده، اسس له اسس له يعني المدابغ الهسه شغاله دي ما بتطلع ولدي جلد بالمستوى البرغة للتصدير للشغل العالمي. ده شغل اللي يودسهم دول ما هنا يعملوا مراكيب ولا يعملوا ما في يعني. الناس اللي بيشتغلوا شغل مؤسس شغل يرفع راس البلد يكون يعني معملين ثلاثة حاجة زي دي، لكن ما في إهدار حيكون. أها طيب ليه ما نحن نعمل الآن؟ يعني أنت بوجهة نظرك كزول مختص اقتصادي وعندك خبرة كبيرة ومنتج برضه، شنو الحياة الممكن تكون متوفرة في أدراج الجهات المسؤولة الآن عشان نمشي بنقاط معينة عشان نرقى لمستوى التصدير وعشان نرقى لمستوى الإنتاج برضه؟ المفروض يحصل شنو يعني في حلول مناسبة كده للمحاجر للمصانع للمسالخ يعني؟ هو اللي أعظم شيء في السودان التنظير. ما يعني أنا حضرت لي حوار مع وزيره ومع اي انسان ما يعني بينظر بصوره ذاته ممتعه ولدي، لكن تنفيذ ماف. ومن السهل هسه انا اعمل لك بلان واديك استراتيجيه ل 100 سنه، لكن ما في تنفيذ، ما في تنفيذ. انت حتنفذ كيف؟ ما في النهايه البلد دي هسه الناس دي مسكوها البالانس، ما فيها قروشك في البنك ما تقدر تطلعها. هسه هم ماشيين يعني انا برا الى حد في نجاحات، في نجاحات وفي البلد ماشيه في تنفس. ما شويه شويه احنا في بدايه السلم يا ذا، ما في شويه شويه البلد دي ما بتحتاج يا ولدي ل يعني ما مشاكل بسيطه. كون توفر عمله صعبه ما فيها مشكله، ما في اي اشكاليه، لكن انت حتوفرها كيف؟ السلع الاستراتيجية معروفة، محاصيل الصادر معروفة، بتمرق كانت من البلد دي ما بتقرا معاك في بنك السودان والمالية. معلش يا استاذ نعم. يعني احنا بس عشان ما نتفرح في السؤال، احنا تكلمنا نعم. عن جانب الصناعات التحويليه والمصانع والمحاجر، قلت هي ما بترقى عشان ننتج وعشان نصدر منها كمان، فالمفروض الجهات المسؤوله الان تعمل شنو عشان تعيد هيكله المصانع دي وتدخل لها ماكينات حاجات حديثه يعني؟ ده شغل من المفترض الدولة تقوم به في المقام الأول، حتى بعد ذاك اسمه شنو تقوم به. أنت داير يعني تشتغل شغل أسس له، داير توقف صادر، داير تودي خام أسس له، لكن أنت ما عندك ده ما بكون الوسط يعني. في النهاية أنت لو هسي حصل ذبيح للبهائم ده ما في باكينج، شغلك ذاته ما جميل، ما بيرغى للمستوى. يستحسن تديها للناس على الاختصاص حية، توديها المصريين بيهذبوها بيجيوها بيعملوا الباكينج الصح، بيودوها امريكا، يودوها لاسرائيل، وات ايفر. انت هنا ما بتقدر، ما في البلد دي ما كان الناس يعني في البنيات التحتيه بتاعت البنيه التحتيه ابدا. بالنسبه لمجال الثروه الحيوانيه ده انا شايفه ظلم خالص يعني، ما الناس ما كانت موفقه في جاد يعني، ما بنوا له، ما اسسوا له، ما ممكن تجد اسس له انت بس طوالي مباشره. شغل التاكس تايم يعني، انت خلي الشغل ماشي واسس، جيب المصانع، جيب الناس، جيب الطليان، خلوهم ينتجوا لك الاحذيه. الجزمه الايطاليه الان في الاسواق ممكن تكون بالاف الدولارات، انت عندك اعظم الجلود واعظم المراعي، اللحمه دي بالنسبه للدول من اللحوم الامنه، ما فيها أسمدة، ما فيها كيماويات، ما فيها حاجة. الخضر السودانية برضو، الفواكه تعتبر آمنة. عندنا موارد كبيرة جدا، أتمنى أن نقدر نستفيد منها. نعم. وعشان في النهاية المستفيد الأكبر هو الوطن، وبالتالي المواطن. هموم أصحاب المزارع والمربين وقفنا عليها من خلال حوارنا ودرجتنا معك، نحن سعدنا بك جدا. الله يخليك. خلال مساحتنا دي. استاذنا وهب الله الامير احمد الخبير في استراتيجيات المعز والعقار، خبير الاقتصاد ايضا، سعدنا بك جدا وشكرا جميلا لكلمه، ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق وانهم
نشوف في النهايه كل هذه المشكلات بعيده تماما. نعم. وتلقوا لها ان شاء الله الحلول بمشروعات كبيره جدا. الله يخليك. شكرا جزيلا. وتلقى الاهتمام يا استاذ وهب الله من الدوله الحاليه، الحكومه الانتقاليه حتى حكومه منتخبه. نسال الله زي ما هسه عكسنا اليسير، احنا ما اسهبنا موضوع زي ده يعني قطعا داير يعني مساحه. صح. داير مساحه انت اكيد. مقدرين جدا. شكرا. الله يكرمك.